السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة مقال نقدي عن مبادرة حياة كريمة، A Review on the Decent Life Initiative. اللي هي مقال نقدي عن مبادرة حياة كريمة. نبدأ بسم الله، هنقول إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع رائع. يبقى هنا مبادرة حياة كريمة هي مشروع إيه؟ رائع. On the Decent Life Initiative is a fantastic project. نقول الأول العنوان، A review on the decent life initiative. مقال نقدي عن مبادرة حياة كريمة. نبدأ بسم الله تعالى. هنقول إن مبادرة حياة كريمة دي مشروع طبعا رائع. The decent life Decent Life Initiative هو مبادرة حياة كريمة. Decent Life Initiative is بتكون a fantastic project، يعني مشروع طبعا ايه رائع. هنقول طبعا ان هي بتهدف لتطوير القرى الفقيرة في مصر. it عايد على decent life initiative، يبقى it يعني هي تهدف، يعني عندي aims. it aims انها تهدف to لي طبعا تطوير to develop لتطوير القرى الفقيرة the poor villages أو villages. يبقى تاني it aims to develop the poor villages، يعني هي تهدف إلى تطوير القرى الفقيرة طبعا طبعا في مصر. يبقى of Egypt في مصر. كمان نقول إن هي بتوفر المزيد من الرعاية الصحية، إنها توفر it provides بتزود أو بتوفر يعني كمان المزيد أو الكثير يبقى مور من الرعاية الصحية اللي هي health care، هي الرعاية الصحية. it provides more healthy care، هي توفر المزيد من الرعاية الصحية. عايزين نقول تعليم أفضل، وتعليم أفضل يبقى عندي فصلة كده يبقى better education وتعليم أفضل كمان. وعايزين نقول كمان إن هي بتوفر فرص عمل أفضل and better job opportunities ليه طبعا بنتكلم على فرص. يبقى تاني it provides بتزود more health care، يعني هي كمان بتزود أو بتوفر الرعاية الصحية. كمان better education تعليم أفضل and better job opportunities أو opportunities كمان وظائف، وتوفر طبعا فرص وظائف أفضل، يعني كمان تعليم أفضل وفرص عمل أفضل. فرص عمل إيه أفضل opportunities اللي هي فرص طبعا. كمان ممكن نقول هي طبعا تصلح المنازل في القرى الفقيرة. يقول الكلام ده ازاي؟ it repairs
انها تصلح houses المنازل in poor villages في القرى في طبعا ايه at repairs عذرا هنا at repairs houses صلاح منازل in poor villages في القرى الفقيرة. هنقول طبعا مبادرة حياة كريمة تاني برضو عذرا يبقى تاني it repairs houses صلاح المنازل in poor villages في القرى الفقيرة. كمان هنقول ان decent life the decent life initiative مبادرة حياة كريمة. هنقول طبعا ان هي بتعمل ايه؟ بتساعد الناس على حصول على مياه نظيفة. نقول برضو الكلام ده the decent life initiative helps او help عذرا هذا منفرد يبقى helps بتساعد people الناس to بتساعد الناس ان هي تعمل ايه have يكون عندها طبعا ايه ان هي تحصل على مياه نظيفة to have للحصول على clean water مياه نظيفة. كمان نقول ان هي كمان بتوفر فرص عمل للشباب برضو نفس القصة it provides ان هي بتوفر ايه provides او بتزود it provides توفر نقوله طبعا كمان ايه وظائف it provides job opportunities يعني فرص او وظائف لمين بقى to young people للشباب يبقى it provides كمان هي بتوفر او بتزود job وظائف فرص وظائف يبقى هنا job opportunities او opportunities to young people للشباب الايه اللي هم الشباب الصغير الصغار. كمان ممكن نقول كمان ان هي بتدعم الفتيات اليتيمات للزواج. طيب it برضو نفس القصة it تدعم عندي supports بتدعم orphan يبقى تاني الكلام سهل و it supports بتدعم orphan girls للبنات الايه اليتيمات ليه بقى للحصول على ايه على الزواج. طب ازاي بقى يبقى او للزواج يبقى to get married للزواج سهلة تاني كمان it supports بالدعم orphan girls يعني بنات اليتيمات to get married للزواج او لكي طبعا تتزوج يبقى نقول الحتة دي تاني برضه اهو it supports بالدعم orphan girls البنات اليتيمات to get married لكي طبعا ايه تتزوج. ايه كمان عندي برضو ممكن ان هي بتوفر الغذاء للاسر الفقيره ان هي بتوفر الغذاء للايه للاسر الفقيره نقول ات برضو provides بتزود it provides food طعام for لي poor families أو families يبقى تاني إن هي كمان بتوفر it provide توفر أو بتزود food الطعام for poor families أو families للإيه الأسر الفقيرة أو العائلات الإيه الفقيرة. كمان بترسل أطباء للقرى عشان توصل لهم الأدوية وبمساعدة المرضى. نقول برضو الكلام ده إزاي يبقى it sends ترسل طبعا اطباء للقرى it sends doctors اطباء to الى the villages to the villages للقرى to
وصل لهم طبعا مين؟ احنا قلنا ان هم بيرسلوا الاطباء للقرى لتوصيل to deliver to لي deliver لتوصيل الدواء اللي هي عندي medicine. It sends بترسل doctors الاطباء to the villages للقرى to deliver لكي تسلم medicine الدواء. كمان برضو والادويه، احنا قلنا الادويه deliver ايه؟ توصل الادويه. كمان نقوله كمان تعمل ايه؟ بتساعد المرضى. And help people، ساعد الناس who are ill، الذين يكونون مرضى. يبقى at help people who are ill، يبقى بتساعد people الناس who الذين طبعا عندي are يكونون مرضى او يعانون من المرض. طيب كمان ممكن نقول ايه؟ بتساعد الاطفال على حصول تعليم افضل. بتساعد مين الاطفال ان هم يتعلموا ايه؟ تعليم كويس. يبقى ايه برضه اهو helps بتساعد. بتساعد مين الاطفال اللي هي children الاطفال to have للحصول. يبقى تو معناها لكي، هاف طبعا تأخذ، او للحصول يعني على ايه؟ تعليم افضل. يبقى better education لتعليم ايه؟ افضل. كمان عن طريق ايه بقى؟ ايه بتعليم افضل من خلال او عن طريق باي معناها عن طريق او من خلال او بواسطة طبعا ما ايه؟ ان هم بيبنوا مدارس، بناء مدارس. يبقى building schools بناء مدارس في القرى in villages in villages. هنختم بقى ونقول finally في النهاية، finally في النهاية وفاصلة كده، هنقول we نحن، احنا ينبغي علينا ان احنا ندعم هذه المبادرة. يبقى we should، نستخدم فعلية should للنصيحة، يبقى we should، يجب ان احنا طبعا ندعم يعني support هذه او تلك، يعني هذه الايه؟ هذه المبادرة. يبقى this اسم اشارة للمفرد، this initiative المبادرة، initiative هذه الايه؟ المبادرة. ليه بقى؟ لانها ستجعل مستقبل اطفالنا طبعا ايه؟ افضل. لانها يبقى because او because it will، انها سوف make، تجعل، هذه الفعل في المصدر، الفاعل will فعل في المصدر. because it will make، معنى make معناها تجعل. تجعل مين بقى؟ the future، the future t u r e تنطق cher future اللي هو المستقبل. مستقبل ايه؟ of our children اطفالنا، اللي هو مستقبل اطفالنا ايه؟ هيكون أفضل، اللي هي عندي better. This initiative هذه المبادرة because it لأنها سوف make، تجعل the future of our children better، مستقبل أطفالنا إيه؟ أفضل أو أحسن. يبقى أنا كل الموضوع إن أنا بيكون عندي موضوع، طبعا كأني بكتب موضوع تعبير، بيكون عندي معلومات عن المبادرة نفسها، اللي هي طبعا مبادرة حياة كريمة، مشروع كويس بتهدف لتطوير القرى الفقيرة في مصر، توفر الحاجات اللي احنا قلناها كلها، التعليم والفرص وتصليح المنازل. كل ده طبعا بنكتبه في ورقة، وبنبدأ طبعا ان احنا نحول هذه الكلمات الى اللغة الانجليزية طبعا مع مراعاة القواعد والزمن الصحيح في كتابة الايه؟ المقال النقدي. احنا طبعا كده انتهينا من كتابة المقال. اتمنى يا رب الفيديو ينال على اعجابكم، وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.